بكري. إذا المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج مجددا في الرياض، ما هي أبرز عناوين جولته هذه؟ ريتا، بالفعل الحركة الدبلوماسية الأمريكية طبعا نشطة ما بين الرياض ومسقط منذ تكليف الرئيس جو بايدن لتيم ليندر كينج في فبراير الماضي. اليوم جولة ليندر كينج هي الخامسة منذ تعيينه، وهي كما أكدت الخارجية الأمريكية أن على رأس أولوياتها دعم وقف دائم لإطلاق النار وانتقال أيضا الأطراف لعملية سياسية، وهو ما نادت به المبادرة السعودية التي أعلنت للعالم بتاريخ 22 من مارس الماضي. زيارة ليندر كينج تأتي بعد يومين من الرسالة الإيجابية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي أكد فيها حرص الرياض على صناعة السلام بين الأطراف اليمنية. نتابع تصريح ولي العهد السعودي بشأن الملف اليمني، شاهدوا. انقلب على الشرعية، فهذا أمر غير قانوني في اليمن، غير قانوني دوليا، ولا يوجد أي دولة في العالم تقبل من يكون ميليشيا على حدودها وأن يكون هناك أي تنظيم مسلح خارج عن قانون دولة على حدودها. فهذا أمر غير مقبول للسعودية، غير مقبول لدول المنطقة، وأيضا غير مقبول للشرعية في اليمن. وشاهدنا هذا التصرف ماذا كانت انعكاساته على اليمن. نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب اليمنية للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع في اليمن، تضمن أيضا مصالح دول المنطقة. العرض مقدم من المملكة السعودية بوقف إطلاق النار وبالدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس على طاولة المفاوضات. إذن الجهود السياسية متواصلة ميس، ولكن ما هي تفاصيل جولة ليندر كينج حتى اللحظة؟ ريتا، جولة ليندر كينج انطلقت طبعا من العاصمة السعودية الرياض بلقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ناقش معه الجهود المبذولة للوصول لحل سياسي شامل للأزمة. مصادر الحدث أكدت أن خلال الساعات المقبلة هناك لقاء لمبعوث الرئيس الأمريكي أيضا بنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وأيضا لقاء آخر بالسفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد الجابر ومسؤولين يمنيين. لقاءات ليندر كينج تتزامن مع مباحثات المبعوث الأممي تناقش أيضا وقف إطلاق النار بالكامل والسبل التي تعمل من خلالها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن وتقديم الإغاثة للشعب اليمني في كافة المحافظات. وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أكد أن الجهود إقليمية ودولية كبيرة تبذل للدفع بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، إلا أن هذه الجهود تصطدم حتى اللحظة بتعنت ميليشيات الحوثي واستمرار إصرارها على العمليات العسكرية والهجمات الصاروخية والطيران المسير سواء في مأرب أو على الأراضي السعودية. بعد لقاءات الرياض ستكون المحطة الثانية سلطنة عمان يوم الأحد، سيلتقي هناك المبعوثان الأمريكي والأممي مسؤولين عمانيين، ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء بالناطق باسم الحوثي محمد عبد السلام في مسقط. من الجدير ذكره أن مسقط تشكل محطة رئيسية وتلاقي للجهود الدولية فيما يتعلق بالأزمة اليمنية. السعودية أثنت في جميع جولات ليندر كينج على الدور العماني في الملف اليمني، وأيضا الولايات المتحدة باركته، فعمان هي الوسيط الضامن بما سيلتزم به الحوثي في التعاطي مع الجهود الدولية والإقليمية. هذا هو المشهد السياسي حتى اللحظة ريتا. أشكرك على كل هذه التفاصيل. أشكرك.